الجمعيه اليوم كتنظم النسخه الثانيه من المناظره الوطنيه تحت شعار المهندس المغربي في قلب التحولات الاجتماعيه والاقتصاديه. هذا حدث سياسي مهم اللي كنأكدوا فيه على الدور ديال المهندس المغربي في تنزيل كل الاوراش المهيكله ديال بلادنا اجتماعيه واقتصاديه، وايضا هو دليل على ان حزب التجمع الوطني الاحرار هو حزب منفتح على كل فئات المجتمع، حزب ديال الكفاءات، حزب ديال النقاش البناء، والهدف ديالو هو ان يكون عندنا نخبه سياسيه في المستوى، وايضا اشراك كل فئات المجتمع في المشروع السياسي الذي نحمله.